سيما فيما يتعلق بالرفع من المساحات وترشيد استعمال المياه واستعمال البذور المحسنة. إننا اليوم على مشاريع حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023، مما يتطلب منا بذل المزيد من الجهود والعمل بجدية في تهيئة الظروف المواتية لهذه الحملة، ولا سيما فيما يتعلق بالرفع من المساحات وترشيد استعمال المياه واستعمال البذور المحسنة واحترام المسار التقني. على مستوى الوطن أكثر من 70% من تغطية الاحتياجات الوطنية، 70%، 100% في إنتاج الخضر والفواكه، 100% بالنسبة لتكلفة الأسعار، إنتاج اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. هنا إنتاج كبير جدا، حتى بعض المواد اللي الناس يقول لهم ما عندهمش أهمية، ولكن عندهم أهمية على مستوى يعني المحلي.